أبو صالح، على طاري الكرم، يعني ما شاء الله هذه قصة فيها كرم، فيها اي بالله، رجولة، فيها مروءة، فيها غاثة الملهوف، سداد الدين. الحمد لله. كلمنا في قصة إذا تحضرك عن الكرم يا أبو صالح. والله الكرم كثير والحمد لله رب العالمين، ما كنت بالسعودية، السعودية ما بشك وصل خيرها البعيد وقريب، اللهم لك الحمد. حكومة رشيدة، علومهم طيبة، وما زالوا مجتهدين ليل ونهار وخادمين البلد وهله والمواطن وهكذا. لكن الكرم يعني سبحان الله مواهب، يعني محال عن محال. فالمؤمن كل ابوه كريم، سبحان الله العظيم، لما نتذكر ولا مر له أزمة ولا شيء. أنا أذكرني قصة قديمة يا أخواني، القصة هذه قيل أنها حدثت من واحد عراقي جاي من العراق يبي يحج، سبحان الله. فالرجال ما شاء الله أثرى وشهد له سبحان الله العظيم بالمنام، وشهد له بأمور طيبة. يقول هذا واحد قدم الزمان يوم ما كان في السيارات بالجزيرة العربية، كانوا على الجمال وعلى الخيول. يقول هذا عراقي جاك من العراق، يقول محمل جمله، يقول ما يقول وزاد، يقول تمر، أغلبه تمر ودقيق، يقول يبي الحج. يقول جاك الرجال مع الطريق من مكان إلى مكان، يقول قاصدنا وين؟ قاصدنا حرم الله، والدنيا فيها امان الحمد لله. المؤمن يتهيأ لها الايمان ولله الحمد من ما كان. يقول الرجال على جمله، يقول ماشي متجه الحرم الله، يقول عندما انتصف دخل السعوديه، يقول واذا قدامه جبال، جبال سروات، جبال قدامه. يقول هذا زمان الجدري يا اخواني، ترى الجدري عاث بالناس مثل ما عاثت كورونا هذي. اي يقول عاثت بالناس، لكن الدري اعظم سبحان الله. يقول لك هم يغيب ولا يعيب، يعني يغيب يموت رايه ولا يعيب تفضح عيونه سبحان الله العظيم. يقول جاك على جمله، يقول يوم انه اقبل على ذاك الجبال، يقول والارض يقول ما فيها الا ذيابه ولا فيها، يعني ما فيها ناس، صحراء قاحله. الله الله. يقول يوم انه جاء، يقول فك الوادي، يقول لها كالطلحه قدامه، يقول غريبة، يقول عليها يقول قطعة هرس من الهروس هذه اللي شو اسمها اللي من الغزل وكذا. يقول تقول بساط، يقول لو والله أنا فوق، وين فوق هذه الطلحة الطويلة، الناس تقمهم الدري، والناس لما صار عندهم مجدور يهربون لو أن عيالها، الله يكافي. هذا بقديم الزمان، قبل يمكن الله أعلم 100 سنة، الله المستعان. يقول راح لهذه الطلحة اللي عليه هذا الجلال ما يدري وشو. يقول المهم انه نوخ الجمل، يوم النوخ يقول له والله يوم طلعوا هاك الوراعين الصغيرين وامهم، يقول شكل جنون، يقول الرماد على وجيه والغبار والحياة الزهيدة. يقول اقبل عليهم، يقول يوم نوخ الجمل يقول لا والله يوم طلعت بنت الحلال، يقول عليها مردة. يقول قالت يا فالح الراي، والله ما عندنا الا المل اسود، انت ندري انك ضيف، والضيف يجب انك تكرمه، لكن والله ما نخبر ما نعطيك، توكل على الله دور غيرنا. يقول الراعيين قدامه، يقول تقول جنون، يقول بعضهم يقول اجرد املط، يعني ما عليه شيء. يقول نوخ الجمل وقال انا معي زاد ان شاء الله. يقول يبتدي بالتمر اللي معه، يقول يفرق بين الراعيين وامهم، يقولوا هذا، يقولوا تعطيهم الوراعين قدام نفسه. ولا يا مره انت وعيات وش قصتكم؟ قالت قصتنا جانا الدري وانجدر ابونا وابونا بهالحوش هذا معزول، حوش معزول يقول من الشجر، يقول حاطين دائره عليه عشان ما يعدي، ونعطيه الماء من فوق ونطش عليه، لما الله جاب شيء اما صيده ولا شيء نطشه من فوق. قبايلكم قالوا قبايل انحاشوا وصابهم الرعب وراحوا وجلسنا مع شايبنا، قلنا والله انا ما نتعداه حتى ندفنه، ولا الله يعافيه يجيب له المطر ويعافيه الله ويخاوينا. قالوا وش سويتوا؟ قال والله انا شوفوا بهالحوش ذا من شجر ونعطيه من فوق الزاد اللي الله يكتب والماء، والله انا معه، لكن الحمد لله على قدر الله ابونا توفى البارح، ومن الصباح وحنا نحفر له قبر، حال حيل الحمد لله قبرناه وانتهينا. قال وروني قبره، يقول له والله هذا قبره وهذا طريقه من الحوش اللي من الشجر.
يقول له حالتهم حالة وش عندكم؟ قالت والله عندنا كان البين وكان يقط وانتهى، هذا يمكن لها أكثر من شهر حال حين، وحال حين والله ما عندنا إلا الشايب وقبرناه الله يغفر لنا وله، وحال حين والله أنا ما ندري وين نروح. قال يا فلحة الراي يا أم العرب يا أم الورعين، هذا الجمل محمل ماء ومحمل تمر ومحمل دقيق، توكلي على الله وتعالي واركبي انت وعيالك والحقوا قبيلتكم. يا رجال ما هو بصحيح، انت ولا تراه؟ قال انا راح الحرم الله والحمد لله، ابرجع ان شاء الله لبلادي ويمكن يفوتني الحج هالسنه لكن ان شاء الله مره ثانيه. يا رجال يا رجال لا توطان عليها من السماء، وهي تركب وراعينها وهي تركب معهم وهي يلحقون قبيلهم. قام الرجال ورجع للعراق. يقولوا ومن مكان الى مكان ومن مكان الى مكان، يقول لي انا قبل العراق، يقول والله هاك الفلاح، يقول قدام من يجي بغداد، يقول من هالفللي حلي الله رزقهم. يقول قال يا ولد انت منين جاي؟ انت تعبان مبين عليك. قال والله انا جاي من السعوديه، انا بغيت احج لكن ما الله كتب لي حج. وش قصتك يا ولد؟ قال تعال اجلس. يقول انت يا على المزرعه انا اشوف التعب وجهك والجوع. قام الرجال وعطاه ما كتب الله له، عطاه تمر وعطاه من التمن، التمن كان من اول محل ارز ويجي من العراق سبحان الله. المهم ان الرجال عين خير وافلح عقب التعب وقال تعال يا اخوي انت وش اسمك؟ قال ماني معلق بسم الله بعدين. قال انا مر علي ثلاثة ايام، مر علي البارح ولي قبل البارح ولي وراه ثلاثة ايام، اهل عرفه يمدون يديهم يقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، فلان ابن فلان ابن فلان. رؤيا عد رؤيا يقول مرت علي ثلاث، يقول ثلاث ايام، اللهم اغفر لفلان ابن فلان ابن فلان، يدعون لها العرفه كل ابوها الموقفه العرفه يدعون له سبحان الله. واني ودي اشوف هذا الرجل وش اللي فعل، واني ابى اقص ثره لعلي ان شاء الله اتقرب لله سبحانه وتعالى. حيث ثلاث ايام وهالعرفه باكملهم يدعون له بالموقف العظيم، يقول اللهم اغفر لفلان ابن فلان ابن فلان. Yes. وش اسمك؟ قال انا اسمي فلان ابن فلان ابن فلان. لا سبحان الله العظيم. يا ولد وش سويت؟ وش فعلت؟ والله انا لقص ثرك وشوف انت وش فعلت؟ قال والله اللي فعلت هذا اللي فعلت. لقيت لي ام يتمان دافنين ابوهم عقب الدري واعطيتهم الجمل وما فوقه كل ابوه. الجمل وما حمله. من الماء والزاد وكل شيء. والله رفعت يدياته وراعينها ولحقت عربانها وانا جيتك راجع من وادي بوادي لين جيتك. قال انت خوي بس ما يحتاج امورك. قال اموري بخير ونعمه، انا من اهل بغداد والحمد لله الامور طيبه وعندنا مزرعه وعندنا التمن وعندنا الصقعي في زمانهم. فهذا يا اخي من الوفاء، والمسلم دائما مع المسلم من ما كان. شوف سبحان الله يقول يدعون لها العرفه بيأكملهم بهذا الموقف العظيم. شوف بشارة اللهم اغفر لفلان ابن فلان ابن فلان. شوف بشارة المؤمن يقول الرجال نعم. يقول قضى بيدي يا الفلاح. قال والله ان خوي كم من شهر وكل ما هذا. قال يا اخوي تكفى بك تدعو لي. قال يا رجال ما تدور وسيط، الله سبحانه وتعالى ادعه وهو قريب مجيب. نعم. سبحانه وتعالى. سلامة الجميع اخواني، ما اطول عليكم وانتم سالمين غانمين. سلمت. الله يسعد الجميع ويوفقنا واياكم دنيا ودين. امين يا رب.